استعدينا المعسكر بشكل كويس. في نقطه ويعني اكيد هنجيلها، بس من اول يوم في المعسكر، من قبل المعسكر كان كابتن الخطيب موجود معانا في كل تفصيله، في كل تمرينه، في كل حاجه. كويس ان انت فتحت الموضوع ده، وبرضه يا وليد لو سمحت شاركنا في الموضوع ده لانه مهم جدا. انت حضرت لما الكابتن ما كانش بيظهر كتير، لانه في فتره يعني انتوا الاثنين حضرتوا، وحضرنا قبل الكابتن هو نائب. نعم حضرنا الكابتن هو نائب. ما انا قصدي كده مع الكابتن حسن. لما كان الكابتن حسن حتى رئيس النادي وكان الكابتن خطيب، هل بتعتقد ان التغييره اللي حصلت دي بسبب عدم وجود جمهور، وان الكابتن خطيب بيقوم بدور الجمهور التحفيزي، وان انت كوليد وانت كسعد كباتن النادي الاهلي طول عمركم من وانتم صغيرين، سعد ووليد من 11 سنه شايفين الاسطوره ده قدامكم وشايفينه في كل حاجه، شايفينه معاكم في الفندق، شايفينه معاكم هنا، شايفينه معاكم في الملعب، شايفينه معاكم بياكل، شايفينه معاكم بيشرب. هل تغييره حصلت؟ في تغييره حصلت، لكن التغييره دي اعتقد كانت في صالح الفريق بشكل كبير جدا، اللي هو انتوا حضرتوا ان احنا لما ما كناش يعني رئيس النادي ونائب رئيس النادي كنا ممكن نقعد السنه كلها نشوفهم مرتين او ثلاث مرات. دلوقتي الوضع اختلف، احساس كابتن ان مفيش جمهور، ووجهه نظري معرفش وجهه نظركم في الموضوع ده ايه برضو، ان مفيش جمهور وان كذا، لازم ابقى موجود مع الفرقه، لازم يشوفوني دايما معاهم مع اعضاء مجلس الاداره. احنا كنا لسه انا ووليد بنتكلم في النقطه دي بعد الماتش. كنا في المطار تقريبا او مش فاكر كنا قاعدين، فكنا بنتكلم في النقطه دي، لان زي ما حضرتك بتقول احنا حضرنا بالظبط الكابتن حسن وهو رئيس نادي والكابتن الخطيب معاه، وحضرنا الكابتن الخطيب وهو رئيس. المسؤول الاول عن الـ عن الـ عن الكره في النادي. انا ليا وجهه نظر يعني، والكابتن وليد برضو انا بقول ان اول حاجه الكابتن عارف ان الاجيال اختلفت. ايوه يعني الاجيال اختلفت، الجيل القديم كان له صفات معينه، شخصيه معينه، وبعدين كان اعتاد شويه على البطولات وعلى تجميعه البطولات كل موسم خلال افريقيا، كاس، دوري، فالشخصيه اتبنت، الهويه اتبنت، اللي زي ما بيقولوا ايه، انت حطيت اساس هتعرف تمشي عليه كويس جدا. اوكي. زاد ان الملعب برضه ساعتها، واحنا بنحس دي دلوقتي، الملعب فيه 7-8 كباتن مش واحد او اثنين، فانت بتتكلم في 11 الحقيقه كانوا الكبار قالوا يا كابتن، يعني دلوقتي الكبار مفيش الا اثنين، يعني تقريبا اثنين ثلاثه، سعد ووليد يعني بقى لهم سنين كتير، ومعانا كابتن الشناوي وايمن، فبرضه غير الاول كان مجموعه كلها بقى لها مع بعض سنين كتير. صح صح. النقطه الثانيه ان الكابتن دلوقتي عارف ان حرصه على وجوده بيدي رساله في كل تفصيله، ان انا متواجد، انا في ظهركم، انا داعم ليكم. في بعض الضغوط هو بيشيلها عن اللعيبه، ان هو بيتحملها، او ان هو بتبقى هو ماتش الهلال لو تفتكر التركيز معاه هو. في ماتشات كتير جدا وجوده معانا فرق في تفاصيل كتير، في دخولك الدوله اللي انت رايحها، في خروجك، في توفير كل سبل الراحه، فالنقط دي كلها كانت مهمه جدا. يعني انا شايف دلوقتي الكابتن كان برضو وجهه نظر ان هو يبني جيل ويبني شخصيه جيل قادره ان هي تمشي على الخطوات اللي الجيل القديم مشي عليها، والحمد لله دي اتحط. والكابتن وليد كان دايما برضو كابتن في مواقف كتير جدا كان بياخد باله، كابتن طبعا عنده خبرات كبيره جدا، خبرات عاليه، كان دايما ياخد باله من تفاصيل صغيره، كان بيوصل الرساله من عن طريق مثلا كابتن سيد مدير الكوره، عن طريق شناوي، عن طريق سعد، عن طريق انا، يقول لي خد بالك في حاجه انا شفتها كده في مثلا في المطار، في التدريب، لعيبه حاجه تخص علشان احنا طبعا يعني في حاجه يمكن سعد برضو عارفها، لما كنا في سان داونز وخدنا طرنا من سان داونز بعد الماتش، طرنا من جنوب افريقيا لقطر، جه قال لنا حاجه برضو ما كانتش في دماغنا خالص، قال احنا دلوقتي في قاره ثانيه، احنا كنا في افريقيا وبقينا في اسيا، طبيعه الجو، طبيعه الرطوبه، من اول يوم تمرين يعني لازم ناخد بالنا من التفاصيل دي كويس. الحاجات دي فرقت معانا كتير جدا، وكمان يعني بتبني ليا ولسعد، ناس كبيره بتزيدوا من خبرات وبتبني لنا حاجه كويسه جدا يعني اللي بيتكلم فيها الكابتن. ودايما كابتن خطيب بياخد باله من حتى التفاصيل في يعني في التدريب، يعني مثلا لو واحد من اللعيبه مثلا عمل حاجه كده ولا كده هو بيتوقعها، ان هو كان طبعا لعيب كوره عالي جدا، طبعاً بيقول له انت انا بره توقعت ان انت تعمل كده ومثلا لو لعبه ثانيه يقول له لو انت عملتها كده يعني لا. دايما كهربا امبارح وهو معايا قال لي نفس الكلمه دي تحديدا على فكره، قال لي مش عارف كان ماتش قطر اللي هو سوبر اعتقد السوبر بتاع عمل والكابتن كان قاعد بره هو وسيد اعتقد، فقال له بص هو يا سلام لو كهربا عملها بشماله كده، فكهربا قال له هديله مكافاه عشان عملها زي ما انا يعني، فنفس الكلام اللي انت بتقوله ده تقريبا فعلا يعني. في ماتش النصر انت ثاني يوم الكابتن قابلك
جون جبته فقال لك كان لازم تاخدها كده. صح فعلا كان ماتش في الكاس، كان ماتش الكاس في اسكندريه فعلا. الجول اللي انا جبته قال لي كويس ان انت كفيت وكفيت وش رجلك للارض عشان كده راحت جول. عشان كده الفرق كبيره سعد. يعني انتوا انا النهارده الحقيقه قد ايه الواحد سعيد ومبسوط ان انتوا حضرتوا تغيرات كثيره جدا في النادي الاهلي بتحصل. جيل بيبطل وانتوا كنتوا بقى اللي بتشيلوا بقيه الجيل على كتافكم. خلي بالك يعني بغض النظر، ولكن في النهايه انت جيل خلص انتهى بكل ما فيه بقى، بكل ما فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ما كناش بنشوف رئيس النادي او نائب رئيس النادي غير مره او مرتين قبل نهائي ونهائي دايما. يعني حتى كمان حتى في المعسكرات في البتاع ما كناش بنشوفهم كتير. يعني انا اتذكر ماتش الصفاقسي بالمناسبه، كابتن قال لنا ايه؟ طلعنا بعد الماتش وكسبنا وفرحانين ومبسوطين وبتاع، عملوا كابتن حسن والكابتن خطيب عملوا اجتماع، وكان معانا مانويل جوزيه. قال لنا ايه؟ الكابتن حسن اتكلم والكابتن خطيب ومانويل، قال لنا يا جماعه يلا بقى عشان احنا عندنا ماتش حرس الحدود، هنسيبكم النهارده. انا عمري ما انسى الكلمه دي، هنسيبكم النهارده تحتفلوا وتتبسطوا وبتاع وزي الفل، من بكره احنا راجعين. دي اتقالت لنا في ماتش صن داونز. في المطار. في ماتش صن داونز اللي فات كايزر تشيفز. في المطار اتقالت لنا الكابتن ماتش البنك الاهلي يوم الخميس. يعني الكابتن قال اقفلوا على لعيبتكم، كنت واقف معانا ووليد، فاقفلوا على لعيبتكم وعندنا الاجازه كام يوم، اللي هترجعوا التمرين امتى، المواعيد ايه، فعندنا ماتش مهم يوم الخميس مع البنك الاهلي، فاحنا استاذنا بس نفرح يومها يومين. قلنا له يا كابتن يعني نوعدك ان شاء الله نقفل ونرجع بشكل كويس. ودي نقطه برضو الواحد لاحظها على الكابتن، ان دايما قلقان على فرحه الجمهور. يعني دايما بيفكر في الناس عايزه تفرح. بعد الماتش يا اولاد انتوا الناس سعيده بيكوا جدا، احنا فخورين بيكوا، فرحه الناس دي بالدنيا. فهو دايما كلامه فرحه الناس، فرحه الجمهور. جمهور النادي الاهلي كبير، محتاج ان هو يفرح، مستني ان هو يفرح، يستاهل ان هو يفرح. فهي النقطه دي برضو حرصه على فرحه جمهور النادي الاهلي مخليها برضو موجود معانا على طول، وحريص زي ما وليد قال على كل التفاصيل اللي موجوده. وزي ما انت حضرتك قلت بعد الماتش اتكلم معانا على ماتش البنك الاهلي يوم الخميس، مباراه مهمه في الدوري، اللعيبه اللي راحت الاولمبياد، فكان كل التفاصيل دي بيتكلم معاكم فيها عشان تنقلوا بقى انتوا عشان ننقل. والحمد لله كابتن برضو اللعيبه وصلت لدرجه كبيره من الوعي دلوقتي، ان اللعيبه حريصه على كل حاجه، على كل ماتش، على كل بطوله. فالحمد لله دي برضو حاجه ميزه كويسه ان احنا وصلنا لها دلوقتي.